لجنة تحقيق بيشرف عليها مجلس الشعب لتوجيه اتهام للأشخاص المسؤولين عن إحداث الجريمة اللي كانت بتحصل هنا. رابع حاجة ان يوم الحد الجاي هيدرج الاستجواب الخاص برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في محضر الجلسة لتحديد ميعاد لاستجوابهم ومناقشتهم في المجزرة اللي حصلت في بورسعيد. خامس حاجة، احنا جايين هنا النهاردة بعد ما المطالب اللي احنا كنا اعلناها من امبارح اتحققت، عشان نقول لكم ان احنا لو ما قدرناش نحمي الناس هيبقى مكاننا ان احنا نموت في وسطيهم. الناس دي هي اللي خلت في ثورة، والناس دي جميلها على رقبة كل واحد جوه مجلس الشعب ده. الحق في البلد دي ليكوا انتوا، لكل واحد فيكوا دفع نقطة دم او دفع حرق الدم عشان البلد دي تبقى حرة. البلد دي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مش عايزها تبقى حرة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة قتل اخواتنا في ماسبيرو وفي العباسية وفي محمد محمود وفي مجلس الوزراء ونهاها في جريمة بورسعيد. مش هنقبل اي اعتذار عن ده. مفيش حاجة اسمها خروج آمن، اللي غلط يتعاقب. مفيش حد عن العقاب. يسكت يسكت حكم العسكر. يسكت يسكت حكم العسكر. احنا النهاردة جايين بعد ما تم الاستجابة للمطالب بتاعت الاضراب بتاعنا، عشان نقول لكم ان احنا بنعلن دلوقتي بعد يوم من اضراب اعضاء مجلس الشعب واعتصامهم لحين تحقيق المطالب دي، ان احنا بنعلق الاضراب والاعتصام مؤقتا لحين ما يتم اخذ اجراءات في الاستجواب المقدم لمجلس الشعب واللي قلنا عليه. الاستجواب حسب قرار المجلس هيدرج يوم الحد لتحديد ميعاد لمناقشته. احنا النهارده بنقول ان احنا بنعلق اعتصامنا واضرابنا جوه مجلس الشعب، وان احنا بنكمل معاكم لحين تحقيق باقي مطالب الثوره، ولحين ما يبقى في مصر حاكم مدني منتخب. مش هنقبل ان المجلس العسكري يحكم المصريين ويهينهم. مش هنقبل ان يبقى فيه حكم عسكر في مصر. يسكت يسكت حكم. مش هنقبل ان الشباب اللي عندهم 15 و20 سنة يتقتلوا عشان اللي عندهم سنة يحافظوا على كراسيهم. ده بالنسبة مش مقبول.